هذه المسيرة هذه تجي كإجراء أولي احتراسي على أن أننا مستعدين قبل كل شيء أن نوقف كل تجاوز يمس الطبقة العاملة في حقوقها وفي مطالبها. وكذلك جئنا نحتج على منع حرية الانتماء النقابي ومن حق العمال في ممارسة نشاطهم النقابي. هذا يعني اليوم اللي هو يوم احتجاجي هذا هو اللي كنخدموا من وراه باش ان الحرية النقابية تبقى محمية في بلادنا والقانون ديال الشغل مطبق فيها وكذلك الكرامة ديالها محترمة وحقوقها مصونة. طنجة لأن فيها استثمارات أجنبية اللي كتحدى القانون وكتنمع أي نشاط نقابي كأنها احتلال آخر، وهذا ما يمكنش نسمحوا به في ظل دولة عندها دستورها دولة مستقلة وخا ما زالت أراضي محتلة من طرف جيراننا. فهذا كذلك استكمال الإنسان المغربي لا يتم إلا باستكمال حريته واستكمال حرية أرضه. من مختلف الأقاليم والجهات والحاضرون بوعي وإصرار لمواصلة النضال وترجمة التضامن الكونفدرالي.